السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب، معكم سواح. في الحلقة دي أصدقائي احنا هنتكلم عن تمرين مهم وخطير جدا، يمكن لأول مرة هنتكلم فيه بالصيغة دي وبالفكرة دي لأول مرة، سواء احنا أو أي حد موجود على اليوتيوب. علشان كده اللي انت هتتعلمه من التمرين ده وتنفذه حالا دلوقتي هتفهم انه قد ايه هو مختلف. قبل ما ندخل في التفاصيل دي، لو انت بتسمعني لاول مرة، سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس علشان تضمن ان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره في قناة النظام الطاقي. طيب، وقبل ما ندخل في موضوع التمرين والشيء الجديد اللي عايز اكلمك فيه، في تنويه بسيط عشان معظم الناس اللي بتسأل. انا بطبق قانون الجذب او بطبق قانون بعمل تحرر او التخاطر او برفع استحقاقي وبيحصل مش عارف ايه، كل الحاجات دي. حابب اقول لك نقطة يا صديقي، اي حد هيكلمك على قانون معين، قانون الجذب مثلا، وبيقول لك انك انت تبدأ تنفذ عشان انك انت تعمل جذب لاهدافك او الافكار اللي انت بتفكر فيها او الاشياء اللي انت عايز توصل لها وهكذا، لازم تبقى عارف ان هو بيكلمك في قانون الجذب، لكن لابد من تنفيذ او تطبيق باقي القوانين في حياتك. يعني القوانين الكونية اللي احنا بنتكلم فيها وعديناها اكتر من مرة وعملنا لها حلقات وعملنا لها كورسات وافكار واشياء، القوانين دي لازم تبقى مطبقة في حياتك بالكامل. فبالتالي كل حاجة في حياتك تمشي في الخط اللي انت رسمه وفي الخط اللي بيوصل للهدف اللي انت عايزه. لكن ما ينفعش تمشي على سطر وتسيب سطر. ما ينفعش مثلا تعمل جذب وانت مش متحرر، متعلق باشياء والاخره. ما ينفعش مثلا تعمل جذب وانت شايف او انت من جواك مفيش استحقاق. ما ينفعش مثلا تكتسب طاقة معينة وتترك طاقة معينة، تمشي على الخط ده وتترك الخط ده. المقصد ايه؟ المقصد انه كل القوانين الكونية اللي موجودة في الكون، اللي ربنا خلقها وأوجدها وجعلها منظمة للكون بطاقاته وجعله مسخر لنا بكل حزافيره كده، معناها انك انت لازم تبقى ماشي على القوانين دي، مطبق القوانين دي، فاهم القوانين دي. فبالتالي هتيجي في اي وقت انت خلاص متحرر تماما، طاقتك نظيفة، رافع استحقاقك، عامل تخاطر مع الكون بما فيه من احداثيات، من اهداف، من امنيات، كل الحاجات دي عندك اوكي وتمام، وجيت تعمل جذب هتلاقيه ناجح معاك جدا، وهتلاقيه ميسر ليك جدا، وهتلاقي كل خطوة ليك ماشية في طريقها السليم جدا جدا. غير كده انت بتصنع لنفسك عقبات. يعني لو انت ما كنتش مطمئن ان هالتك سليمة، شاقراتك ومساراتك اوكي، ما فيش فيها بلوكات وما فيش فيها شوائب، وفاهم ورافع وعيك وفاهم القوانين الكونية وعارف امتى تعمل تحرر وتعمله من مين ومن ايه، وعارف ازاي انت بتطمن على استحقاقك ان على طول عالي وتردداتك عالية، طيب لازم كل ده يكون فعلا صحيح. فلما يكون كل ده صحيح وسليم، اي هدف هتسعى انك انت تطبق له قانون معين او تمرين معين عشان تجذبه، هتعرف تجذبه بشكل سلس وميسر. تاني حاجة، لازم تبقى عارف ان كل القوانين الكونية كلها لازم تبقى مطبقة. يعني في قوانين كتير ممكن تكون انت هي من البديهيات، زي قانون العمل مثلا، انك انت تعمل، انك انت تعمل حراك. ما ينفعش تبقى انت بتعمل جذب لهدف معين وبتطمن على طاقتك وناسي مثلا انك تعمل حراك، اي حراك مهما كان، وعملنا حلقات كتير عن المواضيع دي. طيب انا حبيت بس انوه على النقطة دي عشان تبقى فاهم انه انت ما بيكون عندك ارض وعايز تزرع فيها زرعة، انت بتهيئ الارض وبتهيئ المياه، بتوفر المياه وبتوفر السماد وبتوفر الزرعة وبتوفر كل حاجات كتير كده عشان في الاخر تاخد المنتج. ما ينفعش تقول انا الارض موجودة لكن ما فيش منتج، او المنتج موجود وانت ما عندكش الارض اللي هتزرعه فيه. يعني فاهم، لازم يبقى الباقة كلها على بعض متكاملة يعني. فحبيت بس اوضح النقطة دي. طيب ندخل بقى في الفكرة والتمرين بتاع اليوم اللي احنا جايين نتكلم فيه. قبل كده اتكلمنا كتير في فكرة التخيل، وناس كتير جدا اتكلمت فيه، وانه الخيال اي شيء بتوجده فيه وبترسمه في خيالك بيبقى موجود في الواقع، لازم تشوفه في الواقع. لكن لازم تبقى عارف ان انت لما تشوف في الواقع مش شرط تشوفه عندك، لازم تبقى عارف كده. يعني ممكن تشوفه عند جارك، تشوفه مع صديقك، تشوفه مع حد من اهلك، يظهر الشيء اللي انت كنت بتتخيله، الهدف او الشيء اللي انت عايز تحصل عليه، وانت تيجي تقول ده انا عملت تخيل وعلى طول بركز عليه وعلى طول بعمل كمان جذب، لكن بيظهر عند غيري.
فجينا قلنا يا جماعة ده عشان يحصل جذب لازم الأول تبقى أنت مأكتف، يعني تبقى أنت شغال على فكرة التجلي علشان تضمن إنه مش بس جذب في المطلق فيظهر في محيطك، لا ده كمان لازم يحصل تجلي، يعني يتجلى لك الهدف، يتجلى لك الشيء، يبقى موجود عندك أنت فقط. طيب إيه بقى الحاجة المختلفة اللي تضمن بيها انه لما يحصل الخيال تبقى موجودة عندك تلقائي، ما تحتاجش حتى تعمل جذب او تخل او تجلي؟ الحاجة دي موجودة في الخيال. طيب الخيال المطلق احنا اتكلمنا فيه وناس غيرنا كتير اتكلمت فيه، وانت اكيد فاهم يعني ايه بالخيال، تقدر ترسم واقع مختلف. الفكرة بقى المختلفة والتمرين المختلف الاهم دلوقتي هو فكرة الابتكار. في فرق بين التخيل العادي وتخيل الابتكار. هديك مثال، انا عايزك دلوقتي وانت بتسمعني واقول لك غمض عينك وتخيل لي مثلا باب بيت. اول حاجه يا صديقي هتيجي في عقلك ممكن تتخيل ابواب كتير، صور ذهنيه موجوده في عقلك، شفتها على الانترنت، شفتها في موقع، شفتها في محيطك، شفتها في الشارع عندك، شفتها عند قريبك، شفتها في بيتك. كل الحاجات دي هتظهر في عقلك، لكن الفكره وده اسمه تخيل، انت بتتخيل الشيء اللي هو اصلا كده كده انت شفته او مسبقا عد عليك او مسبقا اتزرع في عقلك من صورة او من فيلم او من شيء. تمام. طيب ده تخيل، والتخيل ده لما تيجي انت تعمل كده في هدف ليك معناه انه هيظهر في حياتك انت او في حياة غيرك، مفيش مشكلة. طيب الابتكار بقى فرق، لما اقول لك غمض عينك دلوقتي وتخيل باب بشرط ان ما يكونش ليه نسخة تانية في العالم، يعني لا يكون صورة ذهنية موجودة في عقلك شفتها في فيلم ولا شفتها على الانترنت ولا شفتها في محيطك ولا اي شيء خالص، ابتكر الان باب. هي دي الفكرة. المجموعة اللي نفذت فكرة الابتكار في التخيل دي شافت نتائج مذهلة جدا جدا جدا، مختلفة تماما. زي ما قلت اهم اختلاف فيها ان انت بتضمن ان الحاجة دي عندك انت بس، يعني ظهورها في الواقع هيكون ظهورها عندك انت بس، هتنشئها بنفسك انت. طيب لما اجي اقول لك دلوقتي انت بتتخيل هدف معين فعايز توصل لهدف، فبتقعد تتخيل في المطلق اشياء ممكن تكون سمعت عنها شفتها. اقول لك على اكتر من كده كمان، حتى اللي بيعملوا تخيل لشريك الحياه لازم تعرف ان انت التخيل اللي بتعمله ده مقرر. انت عرفت منين ان شريك الحياه المناسب ليك؟ من كلمتين قريتهم او من فيلم شفته وعشت مع البطل شويه، او من صديقك حكى لك او صديقتك حكيت لك، او من محيطك، او من محيطك انت، او حاجه عشتها زمان ولسه صاحيه فيك او الى اخره. فبتبتدي ترسم شخصيه معينه وتبدا انك انت تركز عليها في خيالك. تمام كده. طيب الشخصيه دي مقرره، انت ما تعرفش ان كان هو مناسب ليك ولا لا، انت واهم نفسك ان ده الشخص المناسب ليا. الابتكار هنا انك انت تركز على الحدث وليس على الشخص، تركز على الطاقة اللي متاخدة منه وليس على الشخص، تركز على الشعور اللي انت حاسه وليس على الشخص. ده ابتكار. يطلع بقى احمد، يطلع محمود، تطلع فاطمة، تطلع اميرة، يطلع اللي يطلع، المهم هتبقى واثق وضامن وقتها ان انت ابتكرت شعور معين عايز تعيشه، فالشخص اللي جاي ده هو اللي جاي عشان خاطر الشعور ده، ده اللي هيكمل معاك الرحلة او هيكمل معاك الحياة. نفس الامر في الاهداف بتاعتك، الناس اللي بتيجي مثلا تتخيل سياره معينه فبتفتكر مثلا سياره مرسيدس شكلها كذا او بي ام مش عارف عامله ازاي. طب ما ايه رايك ما انك انت تبتكر شكل سياره مختلفه مثلا، حتى لو مش موجوده في العالم، وطبيعي ان هي ما تكونش موجوده في العالم لان انت بتبتكرها، وشوف كده انت الشكل حتى لو هتوصل لسياره اعتياديه موجوده حواليك هتوصل لها بشكل اسرع ولا لا، لان هدفك الان مش موجود واقعي. وخلي بالك بقى النقطه المهمه انه هيتوجد، انك انت هتتفاجئ انه بيتوجد، لكن على الاقل على الاقل عارف فكره انك انت تحلم بالمستحيل فتحقق الممكن بكل سهوله. انت الان بتخترع في عقلك، بتبتكر في خيالك شيء مستحيل، يعني بتخترع طياره بشكل معين هي مستحيل تبقى موجوده الان، لكن اعرف ان كل حاجه هتيسر لك الممكن بكل سهوله، لان انت الان بتاخده من الكون ان مش ده هدفك الاعظم. انت بتاخد حاجه مسكن لحد ما توصل للعلاج، بتاخد حاجة محفزة شوية أو تساعدك شوية لحد ما يجي مبتغاك اللي انت ابتكرته في خيالك. كل حاجة بقى قيس عليها النقطة دي، كل حاجة اعمل فيها التمرين ده، أي حاجة مهما كانت، أي حاجة مهما كانت. وزي ما قلت عشان تبقى انت قوي جدا في فكرة انك انت تبتكر بالخيال، افضل مرن نفسك كتير طول ما انت قاعد كده، كل ما تلاقي وقت غمض عينك وتخيل اي شيء بس مختلف. يعني قول لنفسك انا هتخيل مثلا مكتب زي المكتب بتاعي ده، فتقول انا هتخيل مكتب، فتبتدي تتخيل المكتب
على حسب احساسك انت وخيالك انت وفكرك انت وابتكارك انت. ما تجيبش مكتب انت شفته قبل كده، ما تجيبش مكتب عدى عليك قبل كده، شفت صورته، شفته في فيديو، شفت اي حاجه. انا عايز اتخيل مثلا بيت وهكذا. المهم انك انت تبتكر شيء مختلف وشوف النتيجه لما تبقى خلاص قوي في النقطه دي وتبدا انك انت تبتكر اهدافك. عارفين فكره لما كنا بنيجي مثلا انت عايز حاجه تيسر لك، او انت عايز مثلا سياره، طب السياره الفايده بتاعتها ايه؟ هتيسر لك الانتقال، وهتيسر لك الخصوصيه، وهتيسر لك. فنقول لا، اترك بقى موضوع انك انت تعمل جذب السياره، واجذب الخصوصيه واليسر في الانتقال وهكذا. يعني انت عايز الهدف يحصل ازاي بقى مالكش دعوه، فتتفاجئ انه بيحصل حاجات امتع بكتير وايسر بكتير وافضل بكتير. حتى لما ربنا بيكرمك انك انت تجيب سياره، بتلاقيها افضل بكتير من اللي كانت في خيالك، واعلى بكتير من اللي كانت في خيالك. انت طلبت اليسر، جاءك اليسر. ما انت ممكن تطلب حاجه معينه وما يكونش فيها يسر، ممكن تطلب هدف معين عشان عجبك شكله او عجبك امكانيات سمعت عنه، وتيجي تبقى هي سبب تعاستك وسبب متعبك في الحياه. وده بيحصل كتير جدا، خاصة في موضوع شريك الحياة. ناس كتير بترسم 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 وتتخيل واو الاخير وتعمل جذب وبينجح معاها، ويجي يقولوا على فكرة سواح انا اللي انا كتبته بالظبط في الورقة كذا واللي حصل كذا وجالي. طب وبعدين؟ سنة. وممكن يكون هو سبب التعاسة الابدية. علشان كده زي ما قلت، ابتكر في خيالك، ما تكررش الخيال. نلتقي على خير، السلام عليكم.